مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، لقاء يومي يتجدد ومن القاهرة معكم كالمعتاد على في نفس هذا التوقيت من مساء كل يوم ومتابعة لآخر المستجدات سواء على الساحة المحلية أو العربية أو العالمية. وكالمعتاد البداية بجولة لأهم وآخر الأخبار وأبرز أحداث اليوم. دعونا نبدأ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز الدراسة بالجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة والتي تؤهل الخريجين لمتطلبات سوق العمل. وخلال اجتماع آخر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة تطبيق عدة إجراءات لتحسين المؤشرات الاقتصادية وللحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك بالتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية خاصة فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية، خاصة إنشاء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والمراكز والمعاهد البحثية. وقد وجه السيد الرئيس بتركيز الدراسة الأكاديمية في الجامعات الجديدة على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة التي تؤهل شباب الخريجين للمتطلبات الحالية لسوق العمل، آخذا في الاعتبار عدد المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في مصر وما تتطلبه من تخصصات في كافة المجالات بكل محافظة في الجمهورية، موجها سيادته كذلك بتوفير برامج منح دراسية للمتفوقين دراسيا للالتحاق بكافة كليات تلك الجامعات. كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار في ذات السياق ما تم من البدء في أعمال البناء والتشييد لمشروعات الجامعات على مستوى الجمهورية، موضحا منهجية النطاق الجغرافي والبرامج الدراسية المخطط تقديمها من خلال تلك الجامعات وارتباطها باحتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار نشاط منظومة العمل المصرفي والنقدي، وقد وجه السيد الرئيس بمواصلة تطبيق الإجراءات التي من شأنها تحسين المؤشرات الاقتصادية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية خاصة فيما يتعلق باحتواء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وقد قام السيد محافظ البنك المركزي باستعراض مبادرات البنك لدعم قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا بهدف مساعدة الشركات في القطاعات المختلفة على تجاوز تلك الأوضاع والحفاظ على ملاءتها المالية والعمالة بها، إلى جانب توفير جميع احتياجات القطاع الحكومي لتمويل عملية التنمية. كما عرض السيد طارق عامر جهود الجهاز المصرفي من أجل المشاركة في التنمية الاقتصادية فضلا عن حوكمة الأداء المصرفي ورفع مستويات الاستثمار، بالإضافة إلى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين وتقليل تكلفتها من خلال المدفوعات الإلكترونية. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسائل إلى أشقائه القادة العرب، أعرب خلالها اعتزام مصر إعادة ترشيح السيد أحمد أبو الغيط أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وذلك لفترة ثانية تبلغ مدتها 5 سنوات، والتطلع لدعم القادة لهذا الترشيح وفقا لما تقتضي به أحكام ميثاق الجامعة.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه عمل جامعة الدول العربية، مشيرا إلى الدور الفاعل والإدارة الواعية والحكيمة التي اتسمت بها فترة ولاية السيد أحمد أبو الغيط للجامعة مع دعمه لمنظومة العمل العربي المشترك. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ أشرف أرحب بك، ويعني فرص هذا الترشح لفترة ثانية للسيد أحمد أبو الغيط الأمين العام الحالي لجامعة الدول العربية، يعني كيف يتم التصويت داخل الجامعة على هذا القرار؟ مساء الخير. بكل تأكيد خطوة كانت متوقعة، خطوة مستحقة فيما يتعلق بالتمسك على احياء دور الجامعه العربيه في المرحله القادمه، ايضا باعتبار ان الامين العام احمد ابو الغيط شخصيه دبلوماسيه سياسيه تتمتع بكثير من الفضوح على المستوى المصري والعربي والدولي، ولديه ايضا تاريخ طويل اكثر من 50 عاما في العمل السياسي، لعب دورا كبيرا فيما يتعلق بكثير من المهام سواء في رئيس مندوب مصر في الامم المتحده او سفير مصر في ايطاليا وعواصم غربيه، بالاضافه لوزير الخارجيه في مصر لمده 7 سنوات، ثم كان امينا عاما للجامعه في 5 سنوات الماضيه التي تنتهي مده فترته الاولى في 30 من يونيو القادم. بكل تاكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سعى لان يكون هناك حفاظ على دعم الجامعه العربيه في هذه المرحله في ضوء تحديات عديده بتواجهها المنطقه والاقليم، خاصة في ظل إدارة أمريكية جديدة، وبالتالي أن يكون هناك شخصية تتمثل بكثير من التمرس والحداثية السياسية والدبلوماسية كأحمد أبو الغيط، هذا سيبقي على الحفاظ على كيان الجامعة العربية ويلعب دورا كبيرا في توفير زخم في المرحلة القادمة لإعداد خطط استباقية عربية للتعاطي مع المتغيرات في المنطقة في المرحلة القادمة، في ضوء أيضا المناكفات أو الممارسات والاستفزازات التركية والإيرانية باتجاه عواصم عربية، وبالتالي الأمن القومي بيشكل جزء أصيل وجوهري من السياسة الخارجية المصرية باعتبار الأمن القومي العربي. مصر تتولى جزء كبير في الحفاظ عليه بما أن مصر من ثقل وحضور في المنطقة وفي الإقليم، ومن هذا الطرح ومن هذا الاتجاه كان رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار السيد أحمد أبو الغيط لفترة ثانية 5 سنوات. ستبدأ النقاشات ربما يوم 8 من مارس 8 فبراير القادم خلال اجتماع القادم لوزارة الخارجية العرب للبدء في هذا الأمر، سيحظى بكثير من الموافقة لأن هناك حالة شبه الإجماع وتوافق على شخص أبو الغيط فيما يتعلق بالمرحلة القادمة، لأنه سيتعذر تعيينه وتمديد له من خلال قمة عربية مؤجلة من العام الماضي والعام الحالي بسبب جائحة كورونا، وبالتالي ستتولى الدول العربية أو القارة العرب إبلاغ وزراء خارجيتهم للموافقة والإقرار بترشيح السيد أبو الغيط في المرحلة القادمة، ربما يكون يوم 8 من فبراير خلال اجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بناء على طلب كل من مصر والأردن لتدارس كثير من قضايا وأزمات المنطقة. سيكون بند التجديد أو التمديد لأبو الغيط مطروح على جدول أعمال، وأعتقد أن الرجل بيحظى بتقدير بالغ الأهمية باعتباره قامة دبلوماسية وسياسية مصرية وعربية ودولية لديه شبكة من العلاقات الدولية المتشعبة من خلالها يستطيع أن يضيف كثير من الزخم للجامعة العربية وأيضا للتعاون مع العواصم العربية في مواجهة تحديات حقيقية وعميقة في إقليم الشرق الأوسط. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك بإحدى القواعد الجوية المصرية، وذلك بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات، وذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة الذي يستمر لعدة أيام مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء فعاليات هذا التدريب. المراحل الأولى للتدريب بتتضمن عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، وأيضا تنفيذ طلعات التدريب على مهام العمليات للقوات المشاركة، ويهدف هذا التدريب لصقل مهارات القوات المشاركة من الجانبين، وذلك وصولا لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ المهام المشتركة وإدارة العمليات الجوية باستخدام أحدث أسلحة الجو، وذلك بكفاءة عالية تحت مختلف الظروف.
وللمزيد من المتابعة انضم إلينا اللواء ناجي شود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. سيادة اللواء أرحب بك، ويعني هذا التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك أهميته في هذا التوقيت، وبالطبع ليس هو الأول بالنسبة لسلسلة التدريبات المشتركة التي تقوم بها يعني القطاعات المختلفة سواء الجوية أو غيرها في القوات المسلحة المصرية. مساء الخير أستاذة ليلى، تحية لحضرتك ولزملائك في الاستوديو ولكل السادة مشاهدي قناتكم المباركة. حضرتك في التصريح اللي قلعتيه أشرتي لشوية نقاط يجب أن احنا نتوقف عندها. قلتي أنه في إطار خطة التدريب المشترك، إذا مسألة عشان أنت ربطتي قلتي أهميتها في هذا التوقيت. لا، أنا عندي خطة تدريب مشترك منسقة مع كل دول العالم، كل من يرغب في التدريب المشترك معي إما في تخصص بذاته زي القوات الجوية أو البحرية أو الدفاع الجوي أو أنشطة أخرى، أو تدريب لقوات مشتركة كمناورة كاملة. هذه خطة معدة مسبقة قبل العام يبتدي، عشان دي مرتبطة بمعدلات تشغيل تطبق بساعات تشغيل بمصروفات، مسألة لها حسبة. عشان كده ده خطة تدريب مسبقة معدة، يعني ملهاش علاقة بالتوقيت، لان في ناس هتقول لك في تدريب بحري ابتدى مع اليونان، طب النهارده تدريب جوي مع فرنسا. في ناس كده بتقعد ساعات توظف الامور على طريقتها وطبيعتها، ما بيهمنيش الكلام ده. انا عندنا خطه مشتركه بخطه تدريب مشتركه مع القوات الشقيقه والصديقه، دي مستمره على مدار العام. الموضوع ده بتاع التدريب المشترك عايز بس اخد بايدين الناس وافهمهم ان ده بيعتبر من ارقى مراحل التدريب. ليه؟ بيسبقوا تدريب حتى لو هو تدريب تخصصي زي القوات الجويه بتتدرب مع قوات جويه الفرنسيه، انما بيسبقوا تدريب فردي كل طياره على طيارته، الاطقم الفنيه بتتدرب لخدمه الطائره ازاي، ثم التشكيل السرب بيتدرب مع بعضه ازاي، التشكيل الجوي، عشان يبقى في لغه تناغم بين الافراد في تنفيذ المهمه الواحده المشتركه. كل ده بيتم قبل ما يعقبوا ان الاصل لتدريب مشترك مع دوله اخرى. لان اتقال في حضرتك البيان اللي ذاتيه ان في محاضرات تمت عشان نبتدي نتكلم لغه واحده. طيران طاير في جو بسرعات عاليه جدا، لغه الاشاره بتبقى مهمه جدا، لغه الحوار المشتركه، لان احنا بنتدرب ازاي ننفذ مهام مشتركه. لو انطلب من القوات الجويه المصريه والقوات الجويه الفرنسيه الاثنين متناغمين ينفذوا مهمه مشتركه في مسرح، وبالذات في مسرح عمليات البحر المتوسط اللي هو الاثنين شركاء فيه، فرنسا في شماله ومصر في جنوبه. طيب هيتم التنفيذ ازاي؟ من هنا اما بنقول محاضرات بنلقي محاضرات، ايه اللي هيتم؟ عايزين ايه؟ نصل ايه للتدريب ده؟ ثم يبتدي هل انا عندي خبرات بذاتها نتيجه انواع الطيارات اللي بركبها ونتيجه الظروف الجويه اللي محيطه بمصر ونتيجه الخبرات المستفاده اللي احنا بننقلها لبعض تباعا من ايام 68 69 70 73 لحد النهارده، والدول مقدرة هذه الخبرات وهذه المسؤوليات وبتستفيد مننا. طيب هل في معدات جديده عنده على طيرانه انا بتفيدني التعرف عليها ومنها ممكن اتفوق هذه الاسلحه مستقبلا؟ طيب هل الناس اللي حضرت التدريب السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها وتقاعدوا، هل انا محتاج اعد وادرب اجيال وانساق جديده؟ طيب هل الفرنسيين اللي بيقعدوا معايا المقاتل الفرنسي سواء ضابط الصف او الضابط ويقعد يتكلم مع الطيار المصري في اوقات ما بعد التدريب او اثناء التدريب، هل بيكتشفوا الانسان المصري؟ بيشوفوا القوه الناعمه المصريه اللي انا عايز اوصلها للناس واريد توصيلها وطرحها للناس مره اخرى؟ خدي بال حضرتك يا استاذه ليلى ان قواتنا المسلحه قدرها ان تقود مسيره العمل والتقارب مع الدول مره اخرى، واعاده الفصم والفصل اللي تم معانا من التسعينات من 95 واحنا كان مستهدف ان احنا نفصل العالم كله. القوات المسلحه بتقود هذه المسيره، اعاده لحمه مصر مع الدول المحترمه والصديقه والشقيقه. نعم، اذا يعني كما تؤكد سياده اللواء هي التدريبات بالفعل لها خطه ومشاركه مع مختلف دول العالم لصقل المهارات واكتساب الخبرات. بشكرك شكرا جزيلا اللواء ناجي شهود المستشار باكاديميه ناصر العسكريه العليا.
وصلت الأطقم الخاصة بالقوات المسلحة مساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وذلك في عمليات التطهير والتعقيم في المرافق الحيوية المختلفة مثل مجمع مواقف المنيب والمناطق المحيطة به كأحد أهم مواقف النقل الجماعي، وذلك في محافظة الجيزة. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. استمرارا للحملة المكثفة التي تقوم بها القوات المسلحة لمساندة أجهزة الدولة لمجابهة خطر انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، واصلت الإدارات التخصصية المعنية تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم لعدد من المرافق الحيوية الهامة التي تشهد تجمعات كبيرة من المواطنين، حيث تم الدفع بأطقم التطهير والتعقيم للقيام بأعمالها بمجمع مواقف المنيب والمناطق المحيطة به باعتباره من أهم مواقف النقل الجماعي بمحافظة الجيزة، لما يحتويه من خطوط مواصلات جماعية وكثافة عددية من المستخدمين يومياً. كما شملت أعمال التطهير والتعقيم مجمع ميناء القاهرة البري بالترجمان ومحطة ركاب النقل الجماعي بالقللي باعتبارها مقصداً رئيسياً لكثير من المسافرين بشكل مستمر، حيث تم تطهير وتعقيم أماكن انتظار الركاب والممرات الداخلية والعديد من المباني، فضلاً عن تطهير عدد من الأتوبيسات التي يستقلها أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك لضمان سلامة المواطنين للحد من انتشار الفيروس. كما تم تطهير محطتي مترو جمال عبد الناصر وأحمد عرابي من خلال أطقم التطهير المحمولة. وفي نطاق المنطقة المركزية العسكرية، كثفت عناصر القوات المسلحة توزيع المسقات الطبية في الميادين والمناطق الحيوية، فضلاً عن فتح عدد من النقاط التي تقدم الخدمات الطبية كقياس درجة الحرارة ونسبة الأكسجين في الدم للاطمئنان على صحة المواطنين وحثهم على البعد عن التزاحم واتخاذ كافة إجراءات الوقاية والحماية الفردية بعدد من المحافظات التي تقع في نطاقها. إضافة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة كافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا، بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم. وزارة الزراعة بتتبنى خطة استراتيجية قصيرة المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البقوليات، وده بعد تراجع المساحات المنزرعة منها خاصة الفول البلدي والعدس بسبب إلغاء الدورة الزراعية وتطبيق الزراعة الحرة، أدى ذلك لارتفاع أسعار هذه المحاصيل القومية الاستراتيجية.
بعد أن كانت مصر تمثل سلة الغلال لدول العالم، أصبحت تعاني من فجوة غذائية في أغلب المحاصيل الاستراتيجية كالفول البلدي والعدس، ومن ثم كان لابد من انتهاج استراتيجية قومية نحو زيادة المساحة المنزرعة من هذه المحاصيل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد منها، وخاصة الفول البلدي حيث يصل ما يتم استيراده إلى 100,000 طن لسد حاجة السوق المحلي. مساحتنا قد إيه اللي احنا بنزرعها في مصر؟ 100,000 فدان، متوسط استهلاك الفرد 6 كيلو، احنا 100 مليون. 6 كيلو في 100 مليون يعني عايزين كام؟ 6 مليون كيلو. 6 مليون يعني 600,000 طن. طب احنا عشان نحقق الاكتفاء الذاتي عايزين نزرع 400,000 فدان. طب احنا بنزرع 100، ما حصلناش 30%، وبنستورد الباقي بالعملة الصعبة اللي بتجهد الدولة. طب احنا ممكن نعمل اكتفاء ذاتي؟ ممكن. ده مش في الفول، ده في فول الصويا، في اي محصول. استنباط أصناف جديدة من الفول وتحميله على بعض الزراعات كالبرسيم والبنجر وتقديم الإرشادات للمزارعين، كلها وسائل تقوم بها وزارة الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي. بنعمل حاجة اسمها مدارس حقلية وحلقات نقاشية، زي ما انت شايف النهاردة هو انت في ضيافة الحاج محمود كامل أحد كبار المزارعين في الشرقية، من الناس اللي هي بتنفذ كل التوصيات الفنية اللي بتقدم ليه من خلال الإرشاد الزراعي. وزي ما انت شايف حضرتك كده هو الفول والعدس ما شاء الله، يعني الإنتاج إن شاء الله مبشر ومتميز. بنا برضينا من فدان الفول 12 أرداب، كان السنة اللي فاتت 3000 وشوية، السنة دي يمكن يقل. في النهاية أحسن من البرسيم وأحسن من أي زرعة تانية في الشتوي بنستفيد، وفي نفس الوقت جد الفول بيدي أزود في تربة الأرض فبينفع الزرعة اللي بعديها. ارتفاع أسعار العدس كنتيجة مباشرة لتدهور الأصناف وتقليل المساحة المنزرعة جعل المزارعين يقبلون على زراعة هذا المحصول لتحقيق الربحية من جانب وإحداث التوازن في السعر من جانب آخر. توجه مهم من الدولة نحو تحقيق استراتيجية قومية بتحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل البقوليات كالعدس والفول البلدي، وذلك بهدف تقليل الاستيراد من الخارج وتحقيق أعلى ربحية للمزارع المصري باتجاه نحو زراعة هذه المحاصيل المهمة والاستراتيجية. من محافظة الشرقية، محمد عبد الصبور، النيل. بطولة العالم للرجال لكرة اليد في نسختها 27 بتختتم فعاليتها مساء غدا الأحد، وبتقام المباراة النهائية بين منتخب الدنمارك الباحث عن اللقب الثاني ضد السويد الباحث عن اللقب الخامس له الغائب منذ 22 عاما. منتخب الدنمارك كان قد تغلب على إسبانيا بنتيجة 35-33 في نصف النهائي بعد مباراة مثيرة لم تحسم إلا في الثواني الأخيرة من اللقاء. على الجانب الآخر، منتخب السويد تأهل بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 32-26 في لقاء هيمن علي منتخب السويد منذ البداية. أما بالنسبة لمنتخب الدنمارك فوقع في المجموعة الرابعة بالدور التمهيدي، وكان بجوار منتخبات الأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية، ودخل منافسات هذه البطولة في مصر حاملا لقب النسخة الأخيرة وهو اللقب العالمي الوحيد في تاريخ هذا المنتخب. هذا مشاهدينا تنتهي معكم جولتنا الإخبارية في من القاهرة. بعد الفاصل وقفتنا الحوارية لهذا اليوم نتحدث فيها عن جماعة الإخوان الإرهابية، كيف تبدو على الساحة الآن، كيف سيتم التعامل معها من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل تولي جو بايدن سدة الحكم، أيضا التطورات على الصعيد العربي، تغلغل هذه الجماعة في دول عربية وأوروبية، ويعني هل لها نقاط قوة الآن أم هي في مرحلة ضعف واعتراض من الجميع على وجودها في مناحي الحياة. مشاهدينا سيكون معنا في هذه الوقفة الحوارية لهذا اليوم الأستاذ أحمد عطا الباحث في شؤون الإرهاب الدولي، لكن قبل أن نبدأ هذا اللقاء دعونا نتابع تقرير حول هذا الموضوع.
على مدار السنوات الماضية نجحت الدولة المصرية وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة المعنية بمكافحة التطرف والإرهاب في القضاء على الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وشلت كثيرا من أدواتها وتحركاتها. ومن بين هذه الجماعات الإرهابية تبرز جماعة الإخوان الإرهابية، والتي تعد الأكثر غموضا وقدرة على المراوغة بين كل التيارات الإسلامية الأخرى. ويشير المتخصصون في شؤون الجماعات الإرهابية إلى أن ذلك يرجع بشكل أساسي لإجادتهم التخفي والتقية، والتي تعني أنهم يظهرون غير ما يبطنون من أجل تحقيق أهداف معينة تمنحهم قبولا مؤقتا عند الآخرين الذين لا يعرفونهم. لكن المطلع على الأدبيات التنظيمية التي تربى عليها النشأ في الجماعة يعلم جيدا أنها تجعلهم يعادون تماما كل مختلف عنهم، حتى ولو كان من داخل الحركة الإسلامية. ويرى الخبراء أنه على مدار عقود كان الإخوان يتهربون من الأسئلة التي تطالبهم بتوضيح شكل الدولة التي يرغبون فيها، وما هي المدنية عندهم، وكيف يمكن إقامة حياة ديمقراطية بشعار على شاكلة الإسلام هو الحل، ما يعني أنهم يصنفون الناس حسب العقيدة والدين، وهذا يعني أكثر خصومة مع كل مختلف سواء من داخل الإسلام أو خارجه. ويضيفون أنه عندما تمكنت الجماعة الإرهابية من الحكم رفعت شعار الشريعة في وجه كل مخالف، وانقلبت تماما على الدولة المدنية وأهدافها والأسس التي يجب أن تبنى عليها، والتي لطالما سارت في ركاب المنادين بها. ويؤكد هؤلاء أن الجماعة الإرهابية من أكثر الجماعات غموضا، سواء في مواقفها أو في أفكارها أو آرائها أو علاقتها بأعضائها من الأطراف الأخرى، مشيرين إلى أن الإخوان تتخذ مسارا ثم تغيره ثم تعود إليه مرة أخرى إذا اقتضى الأمر، وقد يكون لها رأي وتتخذ سلوكا عكسه في الواقع إذا اقتضت المصلحة ودون مراجعة فكرية.